محافظة القاهرة العاصمة والمحافظة التي تحتوي على أكبر عدد من العشوائيات، يعيش فيها 8,100,000 مواطن حسب الإحصاء الرسمي، بالإضافة إلى 7,000,000 مواطن على الأقل خارج الإحصاءات يعيشون في 174 منطقة عشوائية في القاهرة الكبرى التي تضم أجزاء من الجيزة والقليوبية. تصل نسبة الأمية في القاهرة إلى 18.3%، تبلغ نسبة البطالة في المحافظة 11.9%، 46.1% منهم حاصلون على تعليم جامعي وهم أكبر شريحة بين العاطلين عن العمل، يليهم الحاصلون على تعليم ثانوي بنسبة 44.2%، بينما يمثل الحاصلون على التعليم دون الثانوي 9.7% فقط من العاطلين. توفر الدولة 31.2% من الوظائف بالقاهرة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال، وهي نسبة أعلى من المتوسط القومي في مصر الذي يبلغ 25.6%. سبعة وستة من عشرة في المية من سكان القاهرة يعيشون تحت خط الفقر، أي أقل من 185 جنيه شهرياً. وحدة صحية واحدة تخدم كل 20,000 مواطن في القاهرة، وهو معدل أفضل بكثير من المتوسط القومي الذي يبلغ وحدة صحية واحدة لكل 38,500 مواطن.